بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل كلامنا يا باشمهندسين السكشن ده عن شابتر بعنوان الديسكريبتيف statistics او الاحصاء الوصفية. المسائل اللي في الشابتر ده بتكون عبارة عن ايه؟ ان هو بيديك مجموعة من القيم او مجموعة من البيانات، ويطلب منك انك تلخص البيانات دي. تلخصها يعني ايه؟ لإما تلخصها عن طريق ان انت تحسب بعض المقاييس الاحصائية زي ما خدته السكشن اللي فات، تحسبه المين، الميديان، المود، او ان انت ايه تحط البيانات دي في مجموعة من الكلاسز وتكون جدول اسمه الفريكوانسي تيبل. ده نوع تاني من المسائل. او ان انت ايه تعبر عن البيانات دي في صورة ايه بعض من الرسومات ايه البيانية. تمام، يبقى انت عندك مجموعة من البيانات، يا تحسب لها بعض المقاييس، يا تحطها في كلاسز وتكون الفريكوانسي تيبل، لإما ايه ترسم بعض الايه الرسومات البيانية. تمام، اول سؤالين اخدتوهم في السكشن الاسبوع اللي فات. تعالوا بقى ناخد ايه نوعين تانيين من ايه من المسائل اللي ممكن تجيلكوا في الشابتر ده. اول مسألة بيديك ايه؟ بيديك جدول فيه بيانات. الجدول ده اسمه ايه؟ اسمه الفريكوانسي تيبل. وطالب منك ايه؟ انك تعبر عن الجدول ده ايه بشكل بياني، لاما ترسم طالب منك ايه ترسم الهيستوجرام، الاوجيف، الفريكوانسي بوليجون، والايه والباي تشارت. دول الاربع رسومات البيانيه اللي عليكم. طبعا في عموما في الاحصاء في رسومات اكتر من كده، بس الاربعه دول بس اللي ايه اللي عليكم في المنهج. طيب لما تبقى الداتا موجوده على شكل جدول بيبقى اسمها ايه؟ اسمها جروب دي داتا. تمام، يعني كل شويه داتا متجمعه في جروب او متجمعه في كلاس. قال لك ايه الداتا دي عباره عن ايه؟ بيقول لك في بوك ستور، مكتبه، عملت احصائيه بالكتب اللي باعتها، باسعار الكتب اللي باعتها لاست مانس، الشهر اللي فات. فلقوا ايه؟ ان في 8 كتب اتباعوا الشهر اللي فات كان سعر الكتب دي يتراوح من ايه، من 15 دولار ل 18 دولار. ولقوا كمان ان في 23 كتاب اتباعوا الشهر اللي فات كان سعره يتراوح ما بين ايه، من 18 ل 21 دولار، وان في 17 كتاب اتباعوا الشهر اللي فات كان سعرهم يتراوح من ايه، من 21 ل 4 وايه ل 24، و18 كتاب كان سعر الكتب اللي اتباعت كانت ايه، من 24 دولار لايه ل 27 دولار. طيب هو الداتا عندي موجودة في شكل جدول اسمه الفريكوانسي تيبل، وطالب مني ايه ارسم الرسومات البيانية دي. طيب الفريكوانسي تيبل يا باشمهندسين بيتكون من عمودين دايما، العمود الاولاني اسمه الكلاس، والعمود التاني اسمه الفريكوانسي، وبرمز له بالرمز ايه اف سمول. تمام، مجموع الاف سمول ده يا باشمهندسين بيديني ايه؟ الان كابيتال اللي هي ايه الداتا سايز او حجم البيانات اللي عندي، اللي هو ايه لو انا جمعت 8 و23 و17 و18 ده يديني ايه كل الكتب اللي اتباعت ايه الشهر اللي فات. يبقى سمشن الاف بيساوي الان كابيتال اللي هو ايه حجم البيانات، او في المثال ده ايه بيمثل لي كل الكتب ايه اللي تم بيعها الشهر اللي فات. طيب عشان ارسم الرسومات دي محتاج ايه؟ نبدأ بأسهل رسمة اللي هي بتحتاج العمودين دول بس، اللي هي رسمة ايه؟ رسمة الهيستوجرام. طيب انا هو يا باشمهندسين نرجع تاني كده، بص ال 18 متكررة فوق وتحت في كلاس الاولاني وكلاس التاني، ال 21 متكررة في كلاس 2 وكلاس 3. احنا قلنا كل شغلنا الدكتور حددت لكم انواع نوع معين من الفريكوانسي تيبل، اللي هو ايه اللي هو النوع الاوبن انترفال، اللي هو نهايته اسفه بدايته مقفوله، البدايه بتاعته بدايه الفتره مقفوله ونهايه الفتره ايه مفتوحه. يعني لو كتاب سعره 18 دولار هيبقى تبع انه كلاس، لا الكلاس اللي تحت كلاس ايه 2. لو كتاب سعره 24، 24 موجوده هنا وهنا، نحط الكتاب اللي سعره 24 هنا ولا هنا؟ لا احطه في الكلاس ايه اللي تحت. يبقى الانواع النوع اللي عليكم في الفريكوانسي تيبل اللي هو اوبن انترفال، اللي هو نهايته مفتوحه، وكمان حاجه كمان بتمتع بخاصيه كمان ان هي الكلاس ويدث متساوي،
يعني الفرق بين كلاس ويدث بنجيبه ازاي؟ الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة في ايه؟ في كل كلاس. هتلاقي بص هنا الفرق 3، هنا الفرق 3، هنا الفرق 3، اطرح الكبير ناقص الصغير في كل كلاس، هتلاقي الكلاس ويدث ايه؟ متساوي. ده النوع. في انواع تانية من الفريكوانسي تيبل، ولكن تسهيلا عليكم الدكتورة ايه قالت لكم هو ده اللي عليكم في المنهج. طيب تعالوا بقى نعبر عن الجدول اللي فات بشكل رياضي شوية. فايه العمود الاولاني هسميه كلاس، في القيم ايه او اسعار الكتب ايه من اول 15 لحد قبل ال 18، يعني ال 18 مش معايا، امال ال 18 فين؟ في الكلاس اللي بعده، من 18 لواحد لحد ايه قبل ال 21 وهكذا. ماشي، مجموع الفريكوانسي اهو بسميه سميشن اف اي بيساوي ايه 66. الاي ده بيمثل لي ايه؟ رقم الكلاس. ده الاي هنا بواحد، ده الكلاس الاولاني، هنا الاي باتنين الكلاس التاني وهكذا. يبقى انا عندي 66 كتاب ايه اتباع. طيب رسمة الهيستوجرام ايه؟ هي مش منسي، ما هي الا مجموعة من الشرائح الرأسية. طب الشريحة دي يعني شكل المستطيل، اي مستطيل بيبقى ليه طول وعرض. العرض هنا يا باشمهندسين عرض كل شريحة بيساوي ايه يا باشمهندسين؟ طول الكلاس اللي هو الكلاس ايه ويدث، اللي هو الفرق بين اكبر قيمة وايه واصغر قيمة. واحنا قلنا المسائل اللي عليكم دايما الكلاس ويدث ايه متساوي، عشان كده هنا الشرائح دي العرض بتاعها ايه متساوي. طيب عرض الشريحة بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي الكلاس ويدث. طيب طول الشريحة بيمثل لي ايه؟ شايف الطول كده مختلف، بيختلف من شريحة لايه للتانية. الطول بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي الفريكوانسي، يعني التكرار، يعني عدد العناصر اللي بتنتمي لكل كلاس. لو عدد العناصر اللي في الكلاس صغيرة هتلاقي الشريحة ايه طولها ايه قصير. ماشي، لو عدد العناصر اللي في الكلاس كبيرة هتلاقي الشريحة ايه شريحة طويلة. تمام يا باشمهندسين، يبقى كل ما تلاقي الشريحة طويلة كل ما تعرف ايه ان في عدد كبير من العناصر موجودة جوه الكلاس ده. خلاص دي رسمة الهيستوجرام بشكل مبسط. طب نيجي بقى نرسمها بالتفصيل، نعمل ايه؟ اول حاجة نظبط المحاور. نعمل الاول محور اكس. محور اكس هنا في المثال ده بيمثل لي ايه؟ سعر بيع الكتب في الشهر اللي فات اللي هي سيلينج برايس. طيب هوقع على محور اكس ايه؟ هوقع عليها حدود الكلاسز بتاعتي، بداية ونهاية كل ايه كل فترة في الكلاس. ايه الحدود بتاعتي؟ 15 18 21 24 27 اهو. وطبعا احنا قلنا الفروقات ايه متساوية، طول الكلاس متساوي. العلامة دي معناها ايه؟ معناها بس ان انا عاوز اقول ان انا ما بدأتش من الصفر، بدأت بنقطة بعيدة شوية عن الصفر اللي هي الخمستاشر. عاوز اقول يعني الجزء ده معايا مش معايا، اللي قبل ال 15 مش معايا. ماشي، طبعا ايه التدريج بتاعي هيبقى ايه تلاتات، ماشي، عشان الكلاس ويدث التلات. طيب ظبطت محور اكس، اروح اظبط محور واي. محور واي بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي الفريكوانس، بيمثل لي التكرارات، بيمثل لي عدد العناصر اللي فوق كل كلاس. اجي ابص على اصغر قيمه 8، واكبر قيمه هنا ايه 23. ايه ابسط او احسن تدريج بالنسبه لي ادرج بيه محور واي؟ ان انا ادرجه ايه اربعات، 4 8 12 16 20 24. اخترت ليه ان انا امشي اربعات على محور واي؟ بحيث ليه؟ عشان لا يبقى تبقى الرسمه كبيره قوي ولا ايه ولا صغيره قوي. وطبعا زي ما انتوا عارفين مش لازم تدريج محور اكس يبقى نفس تدريج ايه محور واي. تمام، انا ماشي هنا تلاتات وماشي هنا ايه اربعة، مفيش مشكلة. تمام، اجي بقى ايه عدد الشرايح. تبقوا عارفين كده يا باشمهندسين عدد الشرايح قد عدد ايه عدد الكلاسز، ليه؟ كل شريحة خاصة بأحد الكلاسز. طيب اجي اروح للشريحة الاولانية. الشريحة الاولانية بتمثل لي ايه؟ كلاس 1. كلاس 1 بدايته منين؟ من 15 لحد ايه 18. يبقى الشريحه الاولانيه العرض بتاعها من اول 15 لحد ايه 18. طب طولها قد ايه الشريحه دي؟ طولها بيساوي ايه قيمه الفريكوانس اللي هي كام؟ 8. هي 8 موجوده، اعمل ايه؟ اعمل خط بالشكل ده وارسم الشريحه بتاعتي. اروح للشريحه الثانيه بتمثل ايه؟ بتمثل كلاس 2.
طيب الشريحة دي بدايتها منين؟ قيمة الكلاس من ال ايه؟ من 18 ل 21 اهو. طب الشريحة دي طولها ايه؟ طولها بيساوي الفريكوانسي، الفريكوانسي ايه؟ 23. اروح عند قبل 24 بشوية وارسم ايه؟ الشريحة بتاعتي. طب الكلاس التالت من 21 ل 24 اهو. طب طولها ايه؟ طولها 17 اهو، فوق ال16 بشوية ارسم ايه؟ الشريحة. والكلاس الشريحة الرابعة خاصة بالكلاس رقم 4 وهكذا. تمام. طبعا صحيح انت هترسم رسم كروكي بس يعني مش لازم دقة 100%، بس على الأقل لازم يبقى باين ايه هي ايه الشريحة الطويلة وايه الشريحة القصيرة وهكذا. تمام. يعني دي 23 لازم تبقى دي أكبر واحدة، ماشي. 8 دي لازم تكون أصغر واحدة كده. تمام يا باشمهندسين، يعني مش لازم دقة 100%. خلاص دي رسمة الهيستوجرام. طبعا بعمل ايه؟ بشاور على الشرايح دي واقول ان دي ايه؟ رسمة الهيستوجرام، او اكتب تحت ايه؟ هيستوجرام. دي اول رسمة. طيب تاني رسمة اسمها ايه؟ الفريكوانسي بوليجون. بوليجون يعني ايه؟ يعني مضلع. مضلع يعني ايه؟ يعني في اضلاع. طيب بترسم الفريكوانسي بوليجون ده ازاي؟ تعمل أول خطوة توقع مجموعة من النقاط، وبعدين توصل بين كل نقطة والنقطة اللي بعدها بإيه؟ بخط مستقيم. يعني تمسك المسطرة وتوصل بين كل نقطتين ورا بعض بإيه؟ بخط مستقيم. طب الفريكوانسي بوليجون ده فيه كام نقطة؟ في المثال ده فيه 4 نقاط، يعني عدد النقاط قد عدد إيه؟ عدد الكلاسز. تمام. يبقى كل كلاس بعبر عنها بنقطة في الايه؟ في الفريكوانسي بوليجون. طيب اسهل طريقة لرسم الفريكوانسي بوليجون هي ايه؟ ان انا اروح عند ان انا ايه ارسمها على نفس رسمة الهيستوجرام، ولكن ايه؟ بلون مختلف، زي ما انا عاملة كده الهيستوجرام بالازرق والفريكوانسي بوليجون باللون ايه؟ الاحمر. واشاور على الرسمة دي واقول عليها هيستوجرام، واشاور على الرسمة دي واقول انها ايه؟ الفريكوانسي بوليجون. عاوز ترسم كل واحدة لوحدها مفيش مشكلة، انا بقول لك الطريقة السريعة وانت ايه ليك حرية الاختيار. طيب احنا قلنا عندنا 4 classes، يبقى عندنا 4 points موجودين في الفريكوانسي ايه؟ بوليجون. طيب النقطة الأولانية اللي بتعبر لي عن الكلاس الأولاني إحداثياتها ايه؟ مكانها فين؟ بروح عند الشريحة الأولى الخاصة بالكلاس الأولاني أشوف قمة الشريحة الأولانية اهي، اشوف بعد كده اوقع فين؟ نقطة المنتصف. نقطة المنتصف يعني ايه؟ يعني الجزء اللي على يمينها قد الجزء اللي على شمالها اهو، النقطة دي نقطة في النص منتصف قمة ايه؟ قمة الشريحة. طب الشريحة التانية فين القمة بتاعتها؟ اهي في نقطة المنتصف، النقطة اللي بتنصفها اللي على يمينها قد اللي على شمالها، الطول اللي على يمينها قد الطول على شمالها اهي. الشريحة التالتة اللي بتمثل لي الكلاس التالت فين النقطة اللي في المنتصف القمة؟ اهي. الشريحة الرابعة اهي برضو هنصف ايه؟ القمة بتاعتها كده. ايه انا عبرت عن ال4 نقاط اللي بيمثلوا لي ال4 كلاس. همسك بالمسطرة اوصل بين ايه؟ كل نقطة والنقطة اللي بعدها. طيب انا عاوز بقى يعني احسب رياضيا النقاط دي احداثياتها ايه. انا خلاص على الرسمة خلاص رسمتها وخلصت، بس انا عاوز اعرف النقاط دي احداثياتها ايه بالظبط. لازم اعرف الاحداث اكس بتاعها بكام والاحداث واي بتاعها بكام. طب اجي ابص هنا، النقطة دي مثلا الاحداث اكس بتاعها ايه؟ هنا هو كده اللي هي في منتصف المسافة بين 15 وايه؟ و18. يعني الميد بوينت اللي ما بين 15 و18 ده الاحداث اكس للنقطة الايه؟ الاولى. طب بجيبها ازاي؟ كل اللي بعمله يا باشمهندسين بجيب اصغر قيمة في الكلاس واكبر قيمة في الكلاس واخد المتوسط ليهم، يعني اجمع قيمتين واقسمهم ايه؟ على الاتنين. اصغر قيمة بسميها اللور ليميت وبرمز لها بال اي، واكبر قيمة بسميها الابر ليميت وبرمز لها بالرمز ايه؟ يو اي. اجمع القيمتين دول واقسم على ايه؟ على الاتنين. تمام. طيب والاحداث واي بتاعها اهو 8، احداث واي هنا 8 اللي هي ايه؟ قيمة ايه؟ الفريكوانسي. يبقى الفريكوانسي بوليجون في مجموعة من النقاط، كل كلاس ليه نقطة، النقاط دي احداثياتها ايه؟
إحداثي إكس بيمثل لي إيه؟ الميد بوينت لكل كلاس اللي هو متوسط الأكبر قيمة وأصغر قيمة في الكلاس، والإحداثي واي بتاعها بيمثل لي إيه؟ بيمثل لي الفريكوانسي. طيب تعالوا كده نحسب الميد بوينت لكل كلاس. ممكن نعمله إيه على الشكل إيه؟ العمود ده أهو. أروح للكلاس الأولاني، فين النقطة اللي بتنصف البيانات اللي موجودة في الكلاس الأولاني؟ قلنا 15 زائد 18 على 2 يديك إيه؟ يديك أهو 16.5. طب أروح للكلاس التاني، الكلاس التاني بيحتوي على القراءات أو البيانات أو الفاليوز، القيم اللي بتتراوح منين لفين؟ من 18 ل 21. فين متوسط البيانات أو متوسط القيم؟ جيبها ازاي؟ اصغر قيمة زائد اكبر قيمة على 2 يديك 19.5. 21 و24 فين نقطة المنتصف في الميد بوينت؟ اجمع القيمتين دول واقسمها على 2 يديني ايه؟ 22.5. 24 و7 من 24 ل 27 فين الفاليو اللي في النص في منتصف الفاليوز اللي عندي دي كلها؟ هيتساوي ايه؟ اصغر قيمة زائد اكبر قيمة على 2 هتديني ايه؟ 25.5. لو تمام. سمحت يا طيب باشمهندس، نعم اتفضل. الفريكوانس بوليجون لما الدكتور جت رسمته كانت رسمه نقطه زياده، وفي الاول قبل اول كلاس وبعد اخر كلاس عند الصفر. لا ده دي رسمة الأوجيف مش الفريكوانسي بولج. لا الفريكوانس بوليجون لكن كنت كاتب وراه. طيب راجع تاني يا باشمهندس. عموما لو في اختلاف يبقى طبعا تلتزم بطريقة الدكتور. تمام، شكرا لحضرتك. طريقة تانية برضو لحساب الميد بوينت بطريقة أسرع، احنا قلنا المسائل اللي عليكم هي ايه؟ كلاس ويدث متساوي، أطوال الكلاسز متساوية. فرق هنا ايه؟ طول الكلاس هنا ايه؟ 3 ماشي، اللي هو فرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة. هاجي أحسب الميد بوينت لأول كلاس، 15 زائد 18 على 2 يديك ايه؟ 16.5. عاوز احسب الميد بوينت للكلاس التاني، كل اللي بعمله ان انا ازود ايه؟ 3 اللي هو طول الكلاس ويدث. 16.5 زائد 3 19.5، ازود على 19.5 3 يديني 22.5، ازود 3 يديك 25 وايه؟ ونص. تمام. دي طريقة تانية اسرع لحساب ايه؟ الميد بوينت. كده خلصنا ايه اول رسمتين. نروح بقى لرسمه الاو جيف. الاو جيف يا باشمهندسين عشان ترسموها محتاجين عمود ثالث في الجدول. العمود الثالث ده اسمه ايه؟ كوميليتيف فريكوانسي، ومرموز له بالرمز ايه؟ سي اي. سي اي يعني الاي دي قلنا بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن رقم الكلاس. سي واحد يعني الكوميليتيف للكلاس الاولاني ماشي. طيب نشوف الأول إزاي نكون عمود الكوميوليتيف، وبعدين نعرف إيه هو الكوميوليتيف أصلا ده ماشي. عمود الكوميوليتيف يا باشمهندسين أول عنصر فيه هو أول فريكوانسي عندك. أول فريكوانسي عندي هنا إيه؟ 8. روح حطها في إيه؟ في أول عنصر في عمود إيه؟ الكوميوليتيف. طيب الكوميوليتيف يعني تجميعي ماشي. طيب التاني عنصر في الكوميوليتيف يعني تاني تجميع بتساوي ايه؟ بتساوي التجميع اللي قبلها زائد الفريكوانسي الحالي، يعني 8 زائد 23 يديك ايه؟ 31. طيب التجميع التالتة او العنصر التالت في عمود الكوميوليتيف بيساوي ايه؟ بيساوي التجميع اللي قبلها زائد الفريكوانسي الحالي اللي هو 31 زائد 17 يديك ايه؟ 48. طيب آخر تجميع تساوي التجميع اللي قبلها زائد الفريكوانسي الحالي اللي هو 48 زائد 18 يديك إيه؟ 66. طيب أنا عاوز أتأكد إن أنا جمعت صح أو كونت العمود ده صح. لازم أتأكد إزاي؟ لازم ألاقي إن آخر عنصر عندي في عمود الكوميوليتيف بيساوي مجموع الفريكوانسي، يعني مجموع أو كل العناصر. أنا جمعت كده كل العناصر إيه اللي عندي، أو جمعت كل الكتب اللي أنا إيه في المثال ده اللي أنا بعتها الشهر اللي فات. تمام. دي طريقة عشان إيه تتشك بيها إن أنت إيه كونت العمود صح، إن هو آخر عنصر بيساوي إيه summation الفريكوانسي أو اللي بيساوي ال N capital اللي هو حجم البيانات اللي عندي. طيب ايه فايدة بقى الكوميوليتيف فريكوانسي ده؟ بنحتاجه ليه يا باشمهندسين؟ بنحتاجه عشان نعرف نحسب عدد العناصر
اللي قيمتها أقل من قيمة معينة. يعني بص كده، عمود الفريكوانسي ده بيعرفنا ايه عدد العناصر اللي موجودة في الرنج ده، من 15 ل 18 مثلا، او من 18 ل 21، او من 21 ل 24. انما الكوميوليتيف بيعرفنا ايه؟ بيعرفنا عدد العناصر اللي الفاليو بتاعتها اقل من ال 18، او عدد العناصر اللي اقل قيمتها اقل من ايه؟ ال 21. يعني الكوميوليتيف بيعتمد ايه؟ ان هو يحسب اللز زين. تمام. يبقى الفريكوانسي بيحسب عدد العناصر اللي موجودة في الرينج ده ليها بداية ونهاية، إنما الكوميوليتيف فريكوانسي هدفه إن هو يحسب عدد العناصر اللي قيمتها أقل من أو يساوي إيه؟ قيمة معينة. أجي مثلا عند النقطة دي، مثلا العمود ده، الصف ده يا باشمهندس معناه إيه؟ الصف ده معناه إن في 17 عنصر أو 17 كتاب تم بيعهم الشهر اللي فات، وكان سعرهم إيه؟ من 21 دولار لحد ايه؟ قبل ال 24 دولار، واقل من ايه؟ ال 24 دولار. طب ما الكوميوليتيف ده معناه ايه؟ ان في 48 كتاب تم بيعه الشهر اللي فات، وكان سعره ايه؟ اقل من ال 24. كل الكتب اللي سعرها اقل من 24 كام كتاب؟ 48 كتاب. طيب 48 كتاب دي يعني ايه؟ يعني عدد الكتب اللي سعرها من 21 لحد قبل ال 24 زائد عدد الكتب اللي سعرها من 18 ل 21 زائد عدد الكتب اللي سعرها ايه؟ من 15 لايه؟ ل 18. كل الكتب دي اللي هي 8 23 17 اللي هم ايه؟ 48 كتاب. طيب ال 66 كتاب دول معناهم ايه؟ ان عدد الكتب اللي تم بيعها الشهر اللي فات وكان سعرها اقل من ال 27 بيساوي ايه؟ 66 كتاب، اللي هم ايه؟ كل الكتب، اللي هم كل الكتب اللي سعرها من 15 ل 27. تمام يا باشمهندسين. طيب نيجي بقى نشوف رسمة الاوجيف. الاوجيف يا باشمهندسين برضو عبارة عن مجموعة من النقاط، كل نقطة بتمثل لي برضو احد الكلاسز. بوصل بقى هنا في الاوجيف، بوصل بين كل نقطة والنقطة اللي بعدها بايه؟ كروكي، بخط ايدي، ماشي، مش بالمسطره، ما توصلش ما بينهم بخطوط مستقيمه. طيب برضو نخلي بالنا، نقول ايه؟ نقول ان دي رسمه الاوجيف، لاما جوه في الرسمه كده او ايه او تحت منها. طيب نظبط الاول المحاور، وبعد كده نشوف النقاط دي احداثياتها ايه بالظبط. المحور اكس بيمثل لي ايه؟ سعر بيع الكتب، اللي هم ايه؟ حدود الكلاسز اللي عندي، اللي هي 15 18 21 24 27. طبعا المسافات او الفروقات ما بينهم ايه؟ متساويه. وبرده زي ما قلنا العلامه دي عشان اقول بس ان انا ايه؟ بادئ من 15، مش بادئ ايه؟ من الصفر. طيب محور واي بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي الكوميوليتيف فريكوانسي، بيمثل لي السي اي. اجي اشوف على قيم الكوميوليتيف، هلاقيها أصغر قيمة 8 وأكبر قيمة إيه؟ 66. إيه أنسب تدريج للمحور واي؟ إن أنا أمشي إيه؟ عشرات. تمام؟ لحد إيه؟ من أول 10 لحد إيه؟ 70. ليه 70؟ عشان إيه؟ أضمن إن 66 دي هتكون جوه الإيه؟ جوه الرسمة بتاعتي، اللي هي أكبر قيمة للكوميوليتيف. تمام؟ ظبطت محور إكس ومحور واي. طبعا تسمي المحاور، ماشي، لما ده تسميه سيلينج برايس او تسميه كلاس، وده بتسميه ايه؟ الكوميوليتيف فريكوانسي. طيب نشوف بقى كل نقطه من دول يا باشمهندسين احداثياتها ايه. ببساطه يا باشمهندسين، كل نقطه من دول احداثياتها اكبر قيمه في كل كلاس وقيمه الكوميوليتيف ايه عندها. يعني شوف انا عندي كم نقطة أو كم فاليو هنا؟ 15 18 8 8. أنا بشتغل على إيه؟ على أكبر قيمة في الكلاس وقيمة الإيه؟ الكوميوليتيف. الكلاس الأولاني فين أكبر قيمة فيه؟ أنا شغال من 18 ل 18، فين أكبر قيمة؟ 18. طيب قيمة الكوميوليتيف بكام؟ 8. يبقى النقطة 18 و8 موجودة في الإيه؟ في الرسم الأوجيف، رسمة الأوجيف. طيب عاوز أعبر عن الكلاس التاني في الاوجيف، بعبر عنه بنقطة ايه؟ احداث الاحداث اكس بتاعها ايه؟ اكبر قيمة في الكلاس اللي هي 21، احداث واي بتاعها بايه؟ قيمة الكوميوليتيف اللي هو ايه؟ 31 اهو. طبعا ايه؟ احاول الى حد ما اظبط ايه؟ الرسمة بتاعتي. إيه الكلاس التالت فين اكبر قيمة في الكلاس؟ 24.
قيمة الكوميوليتيف كام؟ 48. يبقى وقع الرسمة النقطة ايه؟ 24 و48. آخر كلاس فين أكبر قيمة فيه؟ 27. ايه قيمة الكوميوليتيف؟ 66. يبقى النقطة 27 و66 موجودة على ايه؟ على الرسمة بتاعتي. النقطة دي اهي، أوصل بين النقاط دي بإيه؟ بخط ايدي. تمام. طيب بعد آخر نقطة برسم خط ايه؟ خط أفقي. تمام. ليه برسم خط افقي يا باشمهندسين؟ لان اي كتاب سعره اكبر من 27 لما اجي احسب التجميع اللي قبل منه هتفضل زي ما هي ايه 66. انا يعني اغلى كتاب بعته كان ايه سعره ايه 27، صح؟ اغلى كتاب بعته كان سعره 27 دولار. فلما اقول لك ايه عدد الكتب اللي بعتها وكان سعرها اقل من 27 دولار، هيبقى كل الكتب دي اللي هي ايه 66. طب لو قلت لك كام كتاب انا بعته كان سعره اقل من ال 100 دولار، كان سعره اقل من ال 100 دولار، يعني انا شغال هنا، هما برضو ايه 66 ايه كتاب. تمام. فعشان كده برسم خط ايه افقي هنا عند ال 66. طيب إيه عند اول نقطة يا باشمهندسين؟ امشي كده برضو كروكي كده لحد ايه او اول قيمة للكلاس اللي هي 15، وبعد كده امشي عند الايه الصفر. يعني قبل ال 15 وهي باشمهندسين قبل بداية اول كلاس كده انا ما جمعتش حاجة، عشان كده ايه عملت خط افقي على محور ايه اكس. انا ما فيش ولا كتاب بعته كان سعره اقل من ايه، كان سعره اقل من 15 دولار، عشان كده التجميع بايه، تجميع بصفر. تمام. دي رسمة ايه الاوجيف. طيب اخر رسمة اللي هي الباي شارت، الباي اللي هو معناها فطيرة. الرسمة دي يا باشمهندسين بتكون على شكل ايه دايرة، وكل كلاس من الكلاسز اللي عندي بيبقى ايه ليه نصيب من الدايرة دي. نصيبه من الدايرة دي بحسبه ايه؟ بحاجة اسمها الزاوية المركزية اللي هي ايه السيتا اي. طيب عشان بقى ارسم البايت شارت محتاج عمودين تانيين، عمود اسمه relative frequency وعمود اسمه ايه الزاوية المركزية اللي هو ايه السيتا اي دو. يبقى انا عشان ارسم البايت شارت محتاج 4 اعمدة. ايه الاربع اعمده اللي انا عاوزهم؟ الكلاس، الفريكوانسي، الريلاتيف فريكوانسي، السيتا اي. طيب الكلاس والفريكوانسي دول بيبقوا مديهم لك في المساله. طب الريلاتيف فريكوانسي اللي هو النسبي، اللي هو ريلاتيف يعني بيمثل لك ايه الحاجه اللي عندك دي بتمثل لك قد ايه من كل الحاجات اللي عندك، اللي هو بتمثل لك نسبه ايه جزء من كل. تمام. ده بكونه ازاي؟ ببساطه بمسك كل فريكوانسي بقسمه على ايه، على السمشن الاف، على كل البيانات اللي عندي، عدد كل الايه البيانات اللي عندي. انا هنا ايه عندي 8 عناصر، من كام عنصر؟ من 66 ايه عنصر. يبقى الريلاتيف فريكوانسي للكلاس الاولاني 8 على 66، دي مش واحد يا باشمهندسين، دي على اسمه. يبقى أنا هنا في الكلاس ده في 23 كتاب، من كام كتاب؟ من 66 كتاب. يبقى أقول الـ relative frequency 23 على إيه؟ على 66. هنا في 17 كتاب، طب من كام كتاب؟ من 66. يبقى 17 على 66 ده قيمة الـ relative frequency اللي هو قيمة الـ frequency على إيه الـ n capital، على عدد العناصر كلها. طب إيه فايدة الـ relative frequency؟ ليه مش بنكتفي بالـ frequency بس؟ لان الفريكوانسي مش بيعبر لي عن ال او بيوصف لي البيانات كويس. يعني انا مثلا رقم 8 ده، 8 ده يمثل لي حاجه كبيره ولا حاجه صغيره؟ بيمثل لي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ فده عشان اعرف هو بيمثل لي حاجه كبيره او حاجه صغيره لازم اعمل ايه، اكون الريليتيف فريكوانسي. مثال لو انا قلت لك ايه ده في دفعه فيها 50 طالب جابوا امتياز، يعني الفريكوانسي كام؟ الفريكوانسي بتاع عدد الطلبة اللي جابوا امتياز 50. الـ50 دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ ما تعرفش. يعني لو انا قلت لك 50 وسكت ما تعرفش الـ50 دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة.
لكن انا لو قلت لك، لو كملت بقى بقيه الجمله وقلت لك ده في 50 طالب جابوا امتياز في الدفعه دي، وكان عدد الدفعه كلها كام؟ 100 طالب. ده معناه استنتجت ايه؟ ان نص الطلبه، نص طلبه الدفعه جايبين امتياز، نص الدفعه جايبه امتياز. فتعرف على طول ايه؟ ان ال50 دي حاجه حلوه، يعني عدد طلبه كبير جدا جاب امتياز، معناه ان الدفعه دي ايه؟ مستواها كويس جدا، ماشي؟ فانا ساعتها الريلاتيف فريكوانسي اللي هو ال50 على عدد الطلبة الكلي اللي هو 100 عرفني ايه؟ ان الطلبة دي ممتازة وان اغلبهم جايبين ايه؟ امتيازات. لكن لو قلت لك مثلا ده 50 طالب جابوا امتياز من دفعة فيها 2000 طالب، هل دي تبقى دفعة كويسة؟ لا. يبقى كده ساعتها اقول ايه؟ ده ال50 دي ايه؟ حاجة قليلة قوي، يعني حاجة وحشة ان في 50 طالب بس جابوا امتياز، تمام؟ فلازم ايه؟ اهتم اشوف الجزء ده بيمثل لي قد ايه من الكل. هو ده فايدة ايه؟ الريلاتيف فريكوانسي، يعرفني الارقام دي حاجة حلوة ولا ايه؟ ولا حاجة وحشة. طيب بعد ما كونت عمود الريلاتيف فريكوانسي، اكون بقى الزاوية المركزية. ببساطة الثيتا اي دي بتساوي ايه؟ الريلاتيف فريكوانسي مضروب في 360 درجة. انت عارف ان الدايرة فيها 360 درجة، فانا هعمل كده 8 على 66 اضربها في 360 يطلع لي الزاوية الاولى بكام؟ 43.6، وهكذا لبقية ايه؟ الكلاسز. طبعا الارقام دي يا باشمهندسين هتبقى فيها يعني ارقام عشرية كتير جدا، حاول تقربهم زي ما انا عاملة كده، بحيث انك لما تجمع الاربع زوايا دول لازم المجموع يساوي ايه؟ 360 درجة بالظبط، تمام؟ طيب الرسمة ايه؟ رسمة الباي شارت اهي، دايرة وكل كلاس ليه نصيب من الدايرة دي اعتمادا على ايه؟ على الزاوية سيتا اللي احنا حسبناه. مثلا 43.6 دي الزاوية دي اقل من 45 درجة. طب هرسمها ازاي الزاوية اللي اقل من 45 درجة؟ اول حاجة برسم دايما يا باشمهندسين، ارسم خط رأسي بالشكل ده من النقطة دي لحد مركز ايه؟ مركز الدايرة، ارسم خط ايه؟ رأسي. وبعد كده اتحرك ايه؟ في اتجاه عقارب الساعة، اتحرك بزاوية مقدارها ايه؟ 43.6 اللي هو اقل من 45 درجة بشوية اهو. بقول ان الشريحة دي خاصة بايه؟ بالكلاس الاولاني، او الجزء ده خاص بالكلاس الاولاني. طيب الكلاس التاني بدايته منين؟ بدايته الخط ده، ماشي؟ طب اتحرك في اتجاه عقارب الساعة بزاوية مقدارها قد ايه؟ بزاوية مقدارها 125.5، زاوية منفرجة اهو، واقول ده الكلاس ايه؟ الكلاس التاني. انا واقف هنا، اروح بقى بعد كده اشوف ايه نصيب الكلاس التالت من الدايرة، الاقي ايه الزاوية بتاعته كام؟ 92.7، دي اكبر من الزاوية القايمة بحاجة بسيطة، فحاول ايه ارسم زاوية اكبر من الزاوية القايمة كده، حاجة بسيطة كده، واقول ده الكلاس ايه؟ التالت. طبعا الكلاس الاخير 98.2 برضو ايه زاوية منفرجة، هو ده الكلاس ايه؟ هو ده الكلاس الرابع، تمام يا باشمهندسين؟ دي الرسومات. طيب نروح بقى لنوعية تانية من المسائل. النوعية التانية من المسائل بيقول لك ايه؟ احسب بعض المقاييس الإحصائية للجروب دي داتا. في السكشن الأسبوع اللي فات أخدته، لو أنت عندك مجموعة من القراءات اللي هي اسمها الرو داتا، إزاي تحسب لها المين والميديان والمود. النهارده لو انت عندك الداتا على شكل جدول، ازاي نحسب الميجر اوف سنترال تندنسي، يعني مقاييس النزعه العشوائيه، النزعه المركزيه اللي هما المين والميديان والمود للداتا اللي موجوده ايه على شكل جدول، للداتا الموجوده في الفريكوانسي تيبل، معمول الداتا معمول لها جروبنج. طيب مقاييس النزعه المركزيه، يعني بنحسب مكان تمركز البيانات، قلنا في كم مقياس ممكن احسب منه تمركز البيانات؟ 3، المين اللي هو بحسبه بطريقة رياضية، والميديان اللي هو النقطة اللي بتنصف في البيانات المترتبة سواء تصاعدي أو تنازلي، والمود اللي هو إيه الحاجة اللي بتتكرر كتير، الفاليو بتتكرر إيه كتير. نيجي أول حاجة المين. لو أنا عندي جدول فريكوانسي تيبل، إزاي أحسب المين للداتا اللي موجودة في الجدول ده؟ المين ليه 3 قوانين. أول قانون أهو، قلنا المين بنرمز له برمز ميو بيساوي summation الاكس في الاف على summation الاف. طب الاف ده هو ايه؟ الفريكوانسي. summation الاف يعني انا بجمع كل الفريكوانسي اللي هو بيمثل لي ايه؟ الان كابيتال، حجم البيانات كلها. طيب الاكس اي ده
بيمثل لي ايه؟ الميد بوينت، النقطة اللي بتنصف كل كلاس. واحنا قلنا واحنا عرفنا ازاي نحسبه. يبقى انا عشان اكون الميو ده اعرف قيمة الميو محتاج ايه؟ محتاج اجمع قيم الفريكوانسي، ومحتاج اجمع قيم ايه؟ الاكس، حاصل ضرب الاكس في الاف. يبقى انا محتاج اكون عمود اسمه الميد بوينت او الاكس اي، وعمود كمان اسمه الاكس اي في الاف اي، واجمع ايه القيم اللي موجودة في العمود اللي هو اكس في الاف، واشوف قيمته بكام عشان احسب ايه الميو. تمام، ده اول قانون. القانون ده بستخدمه امتى؟ لو اداني فريكوانسي تيبل وقال لي احسب المين وسكت، ما قاليش طريقة معينة، هو جدول وقال لي احسب المين للقيم اللي موجودة في الجدول، اروح معوضة ايه في القانون ده، اكون عمود الميد بوينت، اكون عمود في اسمه اكس في الاف، واجمع القيم اللي موجودة ايه في العمود ده، واقسمها على ايه حجم البيانات. طيب القانون التاني اللي ممكن احسب منه المين، اللي هو اسمه ايه؟ A بتساوي summation الميد بوينت على ال N small. ال N small ده عبارة عن ايه يا باشمهندسين؟ number of classes، عدد ال classes اللي موجودة في ال frequency ايه table. يبقى N capital عدد البيانات كلها، ال N small عدد ال classes. طيب ده القانون ده بستخدمه امتى؟ لو طلب مني حاجة اسمها arithmetic mean، او طلب مني حاجة اسمها ايه؟ ال average. ايه الفرق بين ده واللي فات؟ ان هو ما خدش الفريكوانسي ايه في الاعتبار، ماشي، ما فيش اي قيمه للفريكوانسي هنا. يبقى لو طلب مني ارثماتيك مين او افريج لداتا معمول لها جروبنج، بروح اعوض ايه في القانون ده. طيب القانون الثالث اللي ممكن احسب منه المين اهو، القانون ده بستخدمه امتى؟ لو قال لي اداني جدول وطلب مني ان احسب المين بطريقه الايه الشورت كات ميثود. طيب كيفيه حساب المين؟ طب المقياس التاني اللي ممكن احسب منه تمركز البيانات حاجة اسمها ايه؟ الميديان، النقطة اللي بتنصف البيانات، يعني عدد العناصر اللي على يمينها قد عدد العناصر اللي على شمالها. عشان اكون عشان احسب الميديان لداتا معمول لها جروبنج بعمل ايه؟ اول حاجة بحدد حاجة اسمها الميديان كلاس. الميديان كلاس يعني ايه؟ يعني الكلاس اللي بيحتوي على النقطة اللي بتنصف البيانات، ماشي، ده أول حاجة. وبعدين أعوض في القانون ده. طب القانون ده فيه إيه يا باشمهندسين؟ ال M ده اللي هو أصغر قيمة في الميديان كلاس. إحنا قلنا لازم الأول نحسب الميديان كلاس، وبعد ما تحسبه تعوض في القانون ده. فال L M ده أصغر قيمة في الميديان كلاس. ال N كابيتال دي إيه؟ حجم البيانات أو عدد مجموع عدد العناصر كلها، ماشي. طب ال F M ده معناه ايه؟ الفريكوانسي للميديان كلاس، مش كل كلاس ليه فريكوانسي، ده الفريكوانسي بتاع الايه الميديان كلاس. ال C minus 1، بص مش C ناقص واحد، لا ال C تحتها رقم ايه؟ minus 1 ناقص واحد، ماشي. ده معناه ايه؟ قيمة مش ال C دي، يعني قيمة الكوميوليتيف. طب قيمة الكوميوليتيف لأنه كلاس؟ ما كل كلاس ليه كوميوليتيف. لما اقول لك ماينس 1 معناها قيمه الكوميوليتيف للكلاس اللي فوق الميديان كلاس. طب الاي دي ما هياش رقم الميديان كلاس، هنا نفرق، نخلي بالنا ان الاي دي بتمثل لي ايه؟ بتمثل لي الكلاس ويدث، الفرق بين اكبر قيمه واصغر قيمه في الايه في الميديان كلاس. طيب المود، المود يعني الحاجة اللي بتتكرر كتير. عشان احسب المود لداتا معمول لها جروبنج، داتا محطوطة في الفريكوانسي تيبل، بعمل ايه؟ بدور على اول حاجة على المود كلاس. ايه هو المود كلاس؟ هو الكلاس اللي ليه ايه؟ اعلى فريكوانسي. طيب وبعد ما اجيب بقى المود كلاس، اروح معوض في القانون ده. القانون ده ايه؟ في ال ام يعني اصغر قيمة lower bound، اصغر قيمة للمود كلاس. ال I قلنا دي كلاس ويدث، ما هوش رقم الكلاس. والباقي جوه كده في افات، اف المفروض دي اف ام يا باشمهندس. بص يا تسميها اف يا اف ام اللي يريحك. بص دي اف ام ودي اف ام، ده الفريكوانسي، قيمة الفريكوانسي للمود كلاس اللي هو اعلى فريكوانسي موجود ايه في الجدول كله. طيب اف ماينس 1 اللي موجوده في البص والمقام دول ايه؟ قيمه فريكوانسي برضو، بس انه فريكوانسي للكلاس اللي فوق المود كلاس. كل ده هيوضح بالمثال ان شاء الله.
F1 ده بيمثل لي ايه؟ قيمة الفريكوانسي بس للكلاس اللي ايه؟ ده 1 يعني موجب 1، قيمة الفريكوانسي للكلاس اللي بعد ايه؟ اللي بعد او اللي تحت من المود كلاس. بس برضو نخلوا بالكم يا باشمهندسين، زمايلكم السنة اللي فاتت كانت بتلخبطوا ايه؟ بص ال LM دي لوحدها اهي زائد حاصل ضرب القوس ده في الـ في الايه؟ في الاي. الغلطات المشهورة ان انت تقول ده زائد ده وتنسى الاي دي خالص، ماشي. الغلطة التانية ان الاي دي تحط مكانها ايه؟ رقم الكلاس، لا ده دي الاي دي بتمثل لي ايه؟ الكلاس ويدث، تمام. في ناس برضو تقول تخلي دي ضرب، يعني ده في ده في ده، لا دي جمع ودي ايه؟ ودي ضرب. طيب measure of dispersion، مقاييس التشتت، مقدار تباعد البيانات عن نقطة المتوسط، دي هندرسها بالتفصيل، مش لازم نشرحها دلوقتي، دي هندرسها بالتفصيل كمان شابترين. مقاييس التشتت او مقدار تباعد البيانات يا باشمهندسين، في مقياسين عندكم، حاجة اسمها الفاريانس وحاجة اسمها الستاندرد ديفيشن، الاثنين يعتبروا حاجة واحدة. الستاندرد ديفيجن يا باشمهندسين ما هو إلا الجذر التربيعي الموجب للإيه؟ للفاريانس، تمام. يبقى طيب نشوف بقى الفاريانس. الفاريانس برمز له بسيجما تربيع وليه قانونين عشان أحسب منه الفاريانس لإيه؟ لجروب دي داتا. في قانونين ممكن أستخدمهم عشان أحسب الفاريانس لإيه؟ لداتا معمول لها جروبينج. القانون الاولاني اهو، السيجما تربيع، لما يطلب منك فاريانس انا عاوز السيجما تربيع بيساوي المقدار ده. القانون ده بستخدمه امتى؟ لو اداني فريكوانسي تيبل وقال لك احسب الفاريانس للداتا الموجوده في الفريكوانسي تيبل ده وسكت، ما قاليش طريقه معينه، اروح استخدم ايه؟ القانون ده. طب القانون التاني اهو، وطبعا ده في خطوات كتير، يعني القانون ده تاخد وقت طويل في التعويض فيه. القانون ده ما تستخدمهوش الا لو اداك جدول وقال لك احسب الفاريانس بطريقه الايه؟ الشورتست ميثود. طيب المقياس الثاني اللي هو الستاندرد ديفيجن برمز له بالرمز سيجما، برضو ليه قانونين، ولو خليت بالك اهو القانونين هما اللي فاتوا. ايه الفرق؟ ان انا باخد ايه؟ الجذر التربيعي. قانونين اهو يا باشمهندسين، القانون ده بستخدمه لو قال لي هات الستاندرد ديفيجن وسكت، القانون ده بستخدمه لو قال لي استخدم الشورتست ميثود عشان تحسب ايه؟ الستاندرد ديفيجن. خلاص دي قوانين. نحل بقى امثله، بيقول لك ايه؟ بناء على تابيوليت الداتا، الجدول اللي محطوط قدامك ده، الداتا اللي محطوطه على شكل جدول، احسب المين والميديان والمود والستاندرد ايه ديفيجن. الجدول ده بيقول لك ايه؟ ده جدول لشركه عملت يعني احصائيه تشوف الموظفين اللي عندهم بياخدوا وقت قد ايه عشان يوصلوا من البيت للشغل، تايم تو ارايف ات ورك، فلقوا ان في 8 موظفين بياخدوا من 0 ل 10 دقايق عشان يوصلوا ايه؟ للشغل. في 14 موظف بياخدوا من 10 دقايق ل 20 دقيقه عشان يوصلوا من البيت للشغل. طبعا العشرة هي بتتكرر، العشرين بتتكرر، قلنا عشان احنا شغالين ايه؟ open interval، تمام. الفرق بص كده، الفرق او طول الكلاس ويدث، فرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة هتلاقيها دايما ايه؟ 10. يبقى الاي سمول بتساوي ايه في المثال ده؟ 10 يا باشمهندسين. الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة في كل ايه؟ في كل كلاس. طالب منك تحسب المقاييس دي، احنا مش هنمشي بالترتيب اللي هو قاله، ما احنا هنمشي بايه؟ هنمشي على حسب السهولة، ماشي. نشوف ايه الأسهل إن احنا نجيبه الأول. هنبدأ بأول حاجة اللي هي المود. ليه المود هو أسهل حاجة؟ لأن لو بصيت على القانون بتاعها مش عاوز أي حاجة غير العمودين اللي عندك في المسألة، اللي هو عمود الكلاس وعمود الفريكوانسي. أهو الجدول بتاعنا هو يا باشمهندسين، حطيته بس على شكل open interval مش أكتر من كده، وعمود الفريكوانسي اهو. طيب احنا قلنا خطوات ايجاد المود ايه؟ اول حاجه ان انا احسب المود كلاس. مود كلاس يعني ايه؟ يعني الكلاس اللي بيحتوي على المود فاليو. طيب المود كلاس بجيبه ازاي؟ بروح امسك عمود الفريكوانسي واشوف اكبر ايه؟ اكبر فريكوانسي. فين اكبر فريكوانسي؟ هنا اللي هو 14، ده الكلاس اللي له ايه؟ اللي له اعلى تكرار او اللي له اعلى فريكوانسي.
يبقى هو ده المود ايه؟ المود كلاس، ليه عدد العناصر اللي فيه ايه؟ كبير جدا، اكبر واحد فيه. خلاص يبقى هو اعمل كده شكل مربع واقول ان هو ده ايه؟ المود كلاس بتاعي. جبت المود كلاس، روح عوض ايه في القانون ده، امسك كده واحده واحده. ال LM ده عباره عن ايه؟ اصغر قيمه في المود كلاس. طب المود كلاس اهو من 10 لـ20، القيم اللي فيه من 10 لـ20، اصغر قيمه ايه؟ 10. يبقى شيل ال LM واحط 10. طيب ال F، او ممكن تسميها F وممكن تسميها FM اللي يريحك. ال F ده او ال FM ده بيمثل لي ايه؟ الفريكوانسي للمود كلاس. شوف مش تحتيه ارقام، يبقى ده بيمثل لي الفريكوانسي للمود ايه؟ كلاس، اللي هو اعلى تكرار عندك اللي هو ايه؟ 14. يبقى تشيل الاف اللي فوق والاف اللي تحت وتحط مكانهم 14. طب اف ماينس 1 ده الفريكوانسي للكلاس اللي قبل المود كلاس. فين المود كلاس؟ اهو. فين الكلاس اللي قبله؟ اهو اللي فوق منه. قيمة الفريكوانسي عنده كام؟ ب8. ده قيمة الايه؟ الاف ماينس 1. طيب باقي لي ايه؟ ال F1. ال F1 ده مش منصين، ما هو الا ايه؟ قيمة الفريكوانسي للكلاس اللي بعد المود. اللي بعد المود يعني اللي تحت المود، ده الكلاس اللي تحت المود. قيمة الفريكوانسي فيه بكام؟ ب12. يبقى شيل ال F1 وحط مكانها 12. القوس ده اضربه في ايه؟ في ال I. ال I اللي هو ايه؟ الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة في المود كلاس اللي هو ايه؟ 10. طلع لي المود بكام؟ ب17.5. عاوزة أتأكد إن أنا حليت صح، استخدمت الآلة حاسبة صح، لازم قيمة المود تكون إيه؟ في الرينج ده من 10 لإيه؟ لـ20. تمام؟ طيب دي طريقة إيجاد المود. طب تاني حاجة سهلة ممكن أجيبها هي الميديان. الميديان بص كده للقانون، عشان أجيب الميديان محتاج إن كابيتال اللي هو حجم البيانات اللي هو سمشن الإف. سهلة، ال M أصغر قيمة في الميديان كلاس، ال FM قيمة الفريكوانسي للميديان، ال I اللي هو الكلاس ويدث، ال C، لا أنا C ماينس 1 يبقى قيمة الكوميوليتيف. يبقى أنا عشان أجيب الميديان لازم أكون عمود تالت اللي هو الإيه؟ الكوميوليتيف فريكوانسي. طبعا أنتوا شاطرين وعارفين بتجيبوا إزاي. كوميوليتيف يعني تجميع، تجميع اسمه تكرار، بالعربي تكرار متجمع صاعد. متجمع يعني بجمع حاجات، صاعد يعني قيمته بتزيد عمرها ما تقل، يا تزيد يا تفضل ثابته زي ما هي، لكن مينفعش ايه تقل. طيب اول تجميع هي ايه؟ هي اول فريكوانسي، باخد التمانية احطها زي ما هي. طيب تاني تجميع بتساوي التجميع اللي قبلها زائد الفريكوانسي الحالي، 8 زائد 14 يديك 22. طيب التجميع التالتة بتساوي التجميع اللي قبلها زائد الفريكوانسي الحالي، 22 زائد 12، 34، وهكذا لحد ايه؟ التجميع اللي قبلها زائد 7 يديك ايه؟ 50. طبعا انا عاوزة اتأكد ان انا جمعت صح، لازم اخر تجميع تكون ايه؟ اكون جمعت كل الفريكوانسي، سميشن الفريكوانسي دول هتلاقيهم كام؟ 50 يا باشمهندسين. جمع ده هتلاقيه فعلا ايه؟ 50. طيب كونت عمود الكوميوليتيف، عاوز بقى ايه؟ تحسب الميديان. بحسب الميديان ايه؟ بجيبه ازاي؟ بحدد الاول الميديان كلاس، فين الكلاس اللي بيحتوي على الميديان فاليو. اجيبه ازاي؟ روح اشتغل على حاجة اسمها ان كابيتال على الاتنين. اجيب ايه؟ قيمة ان كابيتال على الاتنين. ان كابيتال ده اللي هو ايه؟ حجم البيانات، اللي هو في المثال ده عدد الموظفين اللي عندي في الشركة. بجيبه ازاي ان كابيتال؟ بجمع الفريكوانسي اهو، عدد الموظفين كلهم اهو، أجمعهم عليهم 50. 50 على 2 بيساوي إيه؟ 25. الـ25 دي أمسكها أعمل بيها إيه؟ أدور عليها في عمود الكوميوليتيف، ما أدورش عليها هنا ولا هنا، أدور عليها فين؟ في عمود الكوميوليتيف. أشوف الـ25 دي فين بالظبط. أجي أبص هنا، هل في 25 موجودة صراحة؟ لأ، بس أنا عارف ضمنيا إن الـ25 ما بين إيه وإيه؟ ما بين القيمة 22 وقيمة إيه؟ 34. انا عارف الـ25 اللي هي نص عدد الموظفين في هنا ما بين 22 و34، فاروح عامله خط افقي بالشكل ده خفيف خالص، اعملوه بالقلم الرصاص هنا كده. ماشي، اول كلاس بعد الخط، اول كلاس تحت الخط يا باشمهندسين هو ده الميديان ايه؟ الميديان كلاس. جبت الميديان كلاس هتعرف تعوض في القانون. طيب
نعوض في القانون ازاي؟ اللي ام اصغر قيمة في الميديان كلاس. الميديان كلاس قيمه ايه؟ من 20 ل 30، اصغر قيمة ايه؟ 20. طيب ان كابيتال على 2 اللي هو نص عدد الموظفين بكام؟ 25، ناقص سي ماينس 1. سي يبقى انا بدور على قيمة كوميوليتيف. طب ماينس 1 يعني ايه؟ يعني الكلاس اللي قبل الميديان، الكلاس اللي فوق الميديان. فين الميديان كلاس؟ اهي. فين الكلاس اللي فوقه او اللي قبله؟ اهو. قيمة الكوميوليتيف فيه بكام؟ ب22. بدور على قيمة الكوميوليتيف ب22. طيب على اف ام، اف ام ده اللي هو ايه؟ الميديان فريكوانسي، الفريكوانسي الخاص بالميديان كلاس. الميديان كلاس هو الفريكوانسي فيه بكام؟ ب12 اهو. الاي قلنا الكلاس ويتس، الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة في الكلاس. 30 ناقص 20 يديك ايه؟ يديك 10. جيت حسبت الميديان لقيته 22.5. طب انا عاوزة اتأكد ان انا استخدمت الآلة الحاسبة صح، اروح هل 22.5 دي موجودة في الميديان كلاس؟ اه اهي، الميديان كلاس بياخد القيم من 20 ل 30، يبقى انا ايه؟ حلي مظبوط. فهتلاحظ هنا ايه من الرسمة في الاخر كده، بعد ما عملت الخط عند ان على الاتنين، ان كابيتال على الاتنين، ان ال ال ام والاف ام تحت الخط، السي ماينس 1 هو اللي ايه؟ هو اللي فوق الخط. ماشي يا باشمهندسين؟ لو في حد عنده سؤال يتفضل يسأل. طيب حسبنا المود والميديان، نروح نحسب بقى ايه؟ المين والستاندرد ديفيجن. هل هنا قال لي طريقه معينه عشان احسب المين؟ لا، فاستخدم القانون العام للمين اللي هو بيقول لي ميو بتساوي سمشن اكس في الاف على سمشن الاف. طب اجي افكر كده، انا محتاج ايه؟ سمشن الاف ده عمود الاف عندي، لكن هنا ما عنديش عمود الميد بوينت، ولا عندي عمود الميد بوينت مضروب في الاف، يبقى انا محتاجة اكون عمودين تانيين اللي هو الاكس اي والاكس اي في الاف اي. يبقى عمود الكلاس اهو، عمود الاف اهو، عمود الميد بوينت. الميد بوينت بقى نعمله ازاي؟ شوف اصغر قيمة واكبر قيمة في كل كلاس وتاخد لهم المتوسط، يعني تجمعهم وتقسمهم على الاتنين. 0 زائد 10 على الاتنين يديك 5، 10 زائد 20 على 2 يديك 15، وهكذا. أو تحسب الميد بوينت لأول كلاس اللي هو 5، هتحسبه يطلع لك ب5، وبعد كده تزود على على قيمة الميد بوينت دي إيه؟ طول الفترة أو طول الكلاس. طول الكلاس بإيه يا باشمهندسين؟ 10 أهو. 5 زائد 10 15، 15 زائد 10 25، 25 زائد 10 35، 35 زائد 10 إيه؟ 45. هل أنا محتاجة أجمع قيم الميد بوينت؟ اجي ابص للقانون، انا محتاجه اجمع قيم الميد بوينت؟ لا، فما تضيعش وقت في ايه؟ في التجميع. امال انا عاوزه اجمع ايه؟ قيم الاكس مضروبه في الاف، فكون عمود اللي هو الاكس في الاف. بكونه ازاي؟ بمسك كل قيمه في الاف واضربها في القيمه المناظره ليها في الاكس. اهو 8 في 5 ب 40، 14 في 15 ب 210، وهكذا. العمود ده انا محتاج تجميعته اهو، اطلع اي 1180. اجي اعوض تطلع لي القيمه المتوسطه ايه؟ 23.6، وده طبيعي اهو ما بين الصفر والخمسين، يعني منطقي ان المتوسط يطلع لي ايه؟ 23.6. طيب الستاندرد ديفيجن ما قاليش طريقه معينه عشان احسب الستاندرد ديفيجن، فاستخدم القانون العام. القانون العام سيجما، سيجما اس 1 بيساوي الجذر التربيعي لايه بقى؟ بسط ومقام. المقام سمشن الاف، يعني اجمع كل التكرارات، ده ما فيهوش مشكله، انا عرفت خلاص ان هو كل الموظفين عددهم 50، خلاص يبقى المقام 50. طب البسط عباره عن ايه؟ تجميعه ايه؟ حاصل ضرب حاجتين، الحاجه الاولانيه فريكوانسي نعرف، الحاجه الثانيه قوس تربيع او فرق تربيع. طب فرق بين ايه وايه؟ الفرق بين الاكس اي والميو. الاكس اي هي ايه؟ الميد بوينت لكل كلاس. طب والميو دي اللي هي ايه؟ المين اللي انا لسه حاسبه، لسه حاسبه بكام؟ 23.6. طب اجيبه ازاي الفرق ده؟ هاخد الفرق ده ورا بعض، بعملها ازاي؟ بروح لكل كلاس امسك الميد بوينت اللي فيه واطرح منه ايه؟ 23.6، والفرق اللي طلع لي اربعه، يبقى انا محتاجه اكون عمود في اكس اي ناقص ميو تربيع. يبقى امسك الميد بوينت اطرح منها قيمه الميو اللي انا حسبتها واربع ايه؟ الفرق ده. طيب كده كونت العمود القوس ده تربيع، وبعدين
اكون عمود كمان اللي هو حاصل ضرب الاف في الايه في الفرق ده تربيع، واجمع ايه القيم اللي موجوده في العمود ده. تعالوا بقى نطبق اهو، عمود الكلاس، عمود الفريكوانسي، الميد بوينت انا كنت جبته، الاكس في الاف انا كنت جايباه من عشان احسب المين اسيبه زي ما هو. ده هو بقى القوس الفرق ده تربيع، بجيبه ازاي اهو. اروح للكلاس الاولاني يعني الميد بوينت فيه بكام؟ بخمسة. اطرح منها ايه؟ اطرح منها الميو اللي هي بكام؟ 23.6، وبعدين اربع الفرق هيطلع لي القيمة دي. اروح للكلاس التاني الميد بوينت بكام؟ ب15. اطرح منها الميو اللي هي 23.6 واربع اهي. هل انا محتاجة اجمع القيم اللي هنا؟ لا، ما تضيعش وقت وتجمع. طيب امال انا عاوز ايه؟ تجميعة ايه؟ الاف في الفرق ده تربيع اهو، فكون عمود بالاسم ده الاف في الفرق تربيع. بكونه ازاي؟ بمسك العناصر اللي في عمود الفريكوانسي والعناصر اللي في عمود القوس في العمود ده واضربهم ايه في بعض، وفي الاخر اجمع يطلع لي الستاندرد ديفيجن بيساوي ايه 12.8. طيب الجدول ده اخر مسألة يا باشمهندسي عندنا في السكشن. هنا الجدول الفريكوانسي تيبل مدولك بشكل افقي، مفيش مشكلة، افقي رأسي مش هيفرق معايا. بص كده قيم الكلاس، هو مجمع القيم من 1 لـ3 في الكلاس الأولاني، القيم اللي من 3 لـ5 في الكلاس الثاني، القيم من 5 لـ7 في الكلاس الثالث، وهكذا. وبيديك الفريكوانسي يعني عدد العناصر اللي بتنتمي لكل ايه لكل كلاس. يعني ايه مثلا؟ ده معناه ان في 65 عنصر قيمتهم تتراوح من اللي فين؟ من 5 لحد قبل الـ7، من اول 5 لحد قبل الـ7. احنا قلنا شغالين open interval. طيب طالب منك ايه؟ احسب المين بس باستخدام الشورت كات، وايه كمان؟ احسب الستاندرد ديفيجن بس باستخدام ايه؟ باستخدام ايه؟ الشورتست ميثود. عشان تستخدم الشورت كات والشورتست ميثود محتاج تعرف الحاجات دي، ان كابيتال تحدد ان كابيتال وايه وان سمول. ان كابيتال اللي هو حجم البيانات او عدد العناصر الكلي مجموع عددهم قد ايه، جمع بقى الصف ده 5 زائد 38 وهكذا لحد الـ10، هيطلع لك 270 عنصر. يبقى ان كابيتال عدد العناصر الكلية اهو 270. طب الان سمول عدد الكلاسز، هتلاقيهم ايه 7 كلاسز. طيب ايه القانون بتاع المين باستخدام الشورت كات؟ بيقولك الميو بتساوي ال A زائد سميشن F في ال D على سميشن ال F. تفتكروا كده ال A قلنا ده الارثماتيك مين، كان بيساوي ايه؟ السميشن للميد بوينت على عدد الكلاس، ماشي. طب وسميشن ال F ده اللي احنا حسبناه اللي هو سميشن ال F اللي هو ال N كابيتال اللي هو 270. خلاص طيب سميشن ال F في ال D، ال F عندي، طب ايه ال D ده؟ دي اللي هو الديفرنس او الديستنس، البعد او المسافة ما بين ايه وايه، او الفرق ما بين ايه وايه، بين كل ميد بوينت والايه والارثماتيك مين. تمام، يبقى انا عشان احسب المين محتاج ايه؟ محتاج عمود في الميد بوينت، ومحتاج عمود اسمه الدي اللي هو الديفرنس اللي الفرق بين كل ميد بوينت والارثماتيك مين، وبعد كده عمود اسمه ايه الاف في الدي اهو. دي الاعمده اللي انا عايزها. الكلاس اهو طبعا شغال قلنا اوبن انترفل، وعمود الفريكوانسي اهو. هل انا ما سميشن الاف احنا حسبناها بكام؟ ب270. خلاص يبقى احنا كوننا جدول ايه رأسي اهو. طيب محتاج ايه عشان احسب الاول ال A؟ يبقى انا محتاج summation الميد بوينت. الميد بوينت اهو احسبه ازاي؟ اسهل طريقة ايه؟ اروح لاول كلاس، اصغر قيمة واكبر قيمة اجمعهم على بعض واقسمهم على 2، 1 زائد 3 4، 4 على 2 بكام؟ ب2. وبعدين بعمل بقى ايه؟ مش انا كلاس ويدث متساوي، هتلاقي الفرق بين اكبر قيمه واصغر قيمه كام؟ بيساوي 2 يا باشمهندسي. يبقى امسك الميد بوينت الاولانيه وكل شويه ازود 2 2 4 6 8 10 12 14. هل انا هنا في المثال ده محتاجه اجمع الميد بوينت؟ ايوه محتاجه اجمع. هتجمعها هتطلع بكام؟ ب56. طيب بعد ما جبت الارثماتيك مين، هات الدي اي الديفرنس. هتجيب الديفرنس ازاي؟ تمسك عمود الميد بوينت
تطرح منه الأرثماتيك مين اللي هو 56 على 7 أهو 56 مجموع الميد بوينت على عدد الكلاسز اللي هو 7 يطلع لك 8. يبقى تمسك كل ميد بوينت تطرح منها 8، 2 ناقص 8 سالب 6، 4 ناقص 8 بسالب 4 وهكذا. هل انت محتاج تجمع ده؟ لا. دي هات؟ لا مش محتاج. طيب ما محتاج تجمع ايه؟ الاف في الدي، فكون عمود الاف في الدي. بجيبه ازاي؟ بمسك العمودين دول اضربهم في بعض، كل عنصر في العنصر المناظر له، وبعد كده اجمع يطلع لي ايه؟ 48. فلا قيمة الميو تعوض يطلع لي تقريبا بيساوي 8.177. ماشي. طب طلب مني الستاندرد ديفيجن بطريقة الشورتست ميثود، اهو ده القانون بتاعها. الستاندرد ديفيجن يعني سيجما أس واحد بتساوي ايه؟ الجذر التربيعي لحاجة ناقص حاجة. طيب ايه الحاجة الأولانية؟ بص الحاجتين دول فيهم تربيع، ماشي، بس هنا الدي بس هي اللي متربعة، انما ده القوس كله ايه؟ متربع. تمام. يبقى طريقة الشورتست ميثود جذر تربيع الحاجة ناقص حاجة، وكل حاجة منهم فيها تربيع. الحاجة الأولانية الدي بس هي اللي متربعة، الحاجة التانية كلها على بعضها ايه؟ متربعة. طيب أنا محتاج ايه؟ أجي أبص عشان أشوف ايه الأعمدة اللي أنا محتاجة أكونها. سمشن الاف اللي في المقام ده ما فيهوش مشكلة، محتاج اف في الدي تربيع. هل أنا عندي الاف في الدي تربيع؟ لا، أنا عندي الاف في الدي بس، يبقى أنا محتاج أكون عمود زيادة اسمه ايه؟ اف في دي تربيع. طيب ده بص كده اللي جوه ده ايه؟ سميشن اف في الدي على سميشن الاف، مش هي هيها دي؟ اهي سميشن اف في الدي على سميشن الاف اهي. انا كنت حاسبها بكام؟ ب 48 على 270. يبقى دي ما فيهاش مشكله، الترم التاني ده ما فيهوش مشكله، هاخده هاخد القيمه اللي عندي واربحها. المشكله فين؟ ان انا عاوز ايه؟ اكون عمود اف في ايه؟ في دي تربيع. طب اكونه ازاي؟ دول كانوا عندي اللي هو الاكس والاف والدي والاف في الدي، دول عندي. انا عاوز اكون بقى عمود الاف في الدي تربيع. ايه اسهل طريقه اكون بيها العمود ده؟ ان انا امسك عمود الاف في الدي وامسك عمود الدي واضربهم في بعض، اهو دي في اف في دي يديك ايه؟ اف في دي تربيع. ده في ده، ده في ده، ده في ده، واجمع يطلع لي في الاخر ايه؟ 2008. عوض بقى اهو، هيطلع لك ان السيجما بكام؟ ب2.7. حاول تخلي على قد ما تقدر، حاول تخلي الأرقام اللي بتطلع لك في الحاسبة تكتبها زي ما هي هنا في المسألة. ماشي خلاص كده احنا ايه حلينا آخر مسألة. مطلوب من حضراتكم ان انتوا تحلوا المسألة دي وترفعوها على على التيمز. ماشي، نخلي بالنا هنا بيقول لك ايه، دي درجات 45 طالب في مادة الإحصاء، ومديك جدول أفقي. هنا دي درجات الطلبة، واللي تحت عدد الطلبة اللي جابوا ايه الدرجات دي. يعني هنا مثلا الخانة الأولانية دي معناها ايه؟ ان في 2 طلبة جابوا درجات من كام لكام؟ من 20 لإيه؟ ل25. ماشي، انا عندي كام كلاس يا باشمهندسين؟ 7 ده معايا. ماشي، من 50 ل55 في 3 طلبة جابوا ايه الدرجة دي. طالب منك ارسم الهيستوجرام، ارسم الاوجيف، هات المين والستاندرد ديفيجن للجروب دي داتا دي. هل قال لي طريقة معينة عشان أجيب المين والستاندرد ديفيجن؟ لا، يبقى أنا أستخدم إيه؟ القانون العام. وبعد كده أحسب إيه؟ الميديان والمود. ماشي يا باشمهندسين، هنوقف التسجيل وهسيبكم إيه تحلوا المسألة.